قد يحدث الكثير في دقيقة على ويكي، مثل كل 60 ثانية في مشاريع ويكيميديا، أو حتى الوقت المستغرق للإجابة على سؤال: هل يمكنك أن تثق في المحتوى الموجود على ويكيبيديا؟ نعم، يستطيع الجميع الكتابة على ويكيبيديا، ولكن هذا لا يعني أنهم يستطيعون كتابة كل ما يريدونه، لأن آلاف المتطوعين يتأكدون من دقة المعلومات المضافة عبر الموقع والتي تأتي من مصادر موثقة. تلزم إرشادات المجتمع المحررين بمعايير عالية، ويتعين كتابة المقالات وفقاً لوجهة نظر محايدة، ويجب دعم كل معلومة بمصدر موثوق. عندما يتفاقم الأمر سوءاً، يستطيع كبار المحررين إزالة المقالات بسرعة أو تغيير عمليات التحرير السيئة ومنع المخالفين المتكررين ووقفهم عن تحرير مقالات معينة مؤقتاً. ويمكنك التحقق من جودتك من خلال ما يلي: أولاً، دراسة مصادر المقال. ثانياً، التحقق ما إذا كان قد وضعت علامة التحسين أم لا. ثالثاً، دراسة تاريخ تحرير المقال. وبهذا يمكنك الثقة فيما هو موجود على ويكيبيديا في دقيقة واحدة. هل لديك دقيقة أخرى؟ يرجى مشاهدة مقاطع الفيديو الأخرى في هذه السلسلة.